اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده لان قناه النادي الاهلي دائما ما تسعى الى تطوير نفسها وتسعى دائما الى ارضاء جمهور النادي الاهلي، النهارده في حاجه جديده كده هنعملها لحضراتكم من خلال الشاشه اللي امام حضراتكم. هنوري لحضراتكم بعض الامور الفنيه الخاصه بالتشكيل المتوقع. خدوا بال حضراتكم النهارده هنتكلم دلوقتي حاليا هنتكلم عن التشكيل المتوقع لنادي الاهلي ولنادي الزمالك من وجهه نظر طبعا خبيرنا التحليلي كابتن فتحي نصير اللي هيكون معايا طبعا، وهنحاول نوري لحضراتكم من وجهه نظر الكابتن فتحي ماذا يحدث او ماذا سيحدث على ارض الملعب من خلال الفريقين. كابتن فتحي زي ما حضرتك قلت لنا خلينا نروح للتشكيل المتوقع لنادي الزمالك النهارده. كابتن فتحي ده التشكيل المتوقع لنادي الزمالك، حضرتك قلت لنا ان هو هيلعب 4-2-3-1 وهي الخطه الاقرب الى التنفيذ. نقدر نقول هو دي طريقه كارتلون انه هيلعب دي طريقه لو 4-2-3-1 دي طريقه اللعب، يعني هو هيبدا بالطريقه دي بالوضع ده. لكن في خطه داخل الطريقه، يعني ممكن قبل ما نروح للخطه حضرتك قول لنا التشكيل برضو اللي حضرتك متوقعه لمباراه اليوم. ما هو احنا زي ما شايفين حازم امام والونش وعلاء وعبد الشافي، وبعدين فرجاني وطارق حامد هو مثبتهم، وبعدين زيزو لانه كان مصاب رجع تاني، وباما اصلا هو موجود عنده، بن شرقي ومصطفى محمد بن شرقي اللي بيعتبره دلوقتي بيعتبره هو يعني نجم الشباك في فرقه نادي الزمالك، وابو جبل طبعا حارس مرمى، ابو جبل حارس مرمى، ومصطفى محمد كراس حربه اللي هو بنقول مصطفى يعني كلاعب صاعد واعد للمستقبل ان شاء الله لنادي الزمالك ومنتخب مصر. يعني مصطفى من النوع اللي بيلعب كتير بدماغه، ده هيخلي فرقتنا او فرقه النادي الاهلي تفكر في الكوره العاليه ازاي لما احنا طريقتنا هنلعبهم، لان هو بيبص للفرقه دي، فايرا بيبص للفرقه دي وبيحط فرقتنا، وبعد ما يحط فرقتنا ده كطريقه، ثم يحط الخطه اللي هتناسب مع اللعيبه دي وايقاف نقط القوه واستغلال نقط الضعف. هنروح لكن خلينا نروح برضو التشكيل المتوقع للنادي الاهلي يا كابتن فتحي، التشكيل المتوقع اللي حضرتك برضو قلت لنا عليه النهارده المتوقع يا جماعه للنادي الاهلي. طريقه طبعا حضرتك قلت لنا برضو 4-2-3-1 وهي الطريقة الأقرب للتطبيق في مباراة اليوم. محمد الشناوي في حراسة المرمى، وبعدين عندنا محمد هاني، رامي ربيعة وياسر وعلي معلول، قدامهم ألي يانج وعمرو السلاهي. دلوقتي في نحس إن في ثبات إلى حد ما، ثبات في الفرقة. حسين الشحات وأفشة وجيرالدو ومعاه أجاي، مع إن هيكون مجدي قفشه هيكون سائط شويه، مش هيكون في مستوى، هيكون سائط بمعنى يا كابتن معلش خلينا برضو يعني مش على خط جيرالدو مش على خط جيرالدو ولا على خط حسين الشحات، هينزل تحت شويه كده، يعني عشان يبقى شبه مثلث. يبقى احنا هنا عندنا مثلث في الدفاع، وبعدين عندنا مثلث ثاني في الهجوم اللي هو حسين الشحات واجاييه وجيرالدو، يبقى كده في مثلث، وبعدين هنا برضه في شكل الدفاع عندنا هنا مثلث، ثم عندنا مثلث الاثنين التانيين الو ديانج وعمرو السليه، وقدامهم قفشه مثلث ثاني. هتيجي بتتحرك انت بقى كل الفرقه دي، ده طريقه تقول الله، طب ما طريقه الزمالك هتلعب ممكن يلعبوا نفس الطريقه، لكن الخطه هتختلف. ليه؟ ايه الخطه؟ هي ايه؟ واجبات اللاعبين داخل الملعب. طيب نروح لنادي الزمالك يا كابتن فتحي ونشوف برضو نادي الزمالك من وجهه نظرك هيلعب ازاي النهارده، برضو لو حضرتك عايز تغير في اي حاجه هم يعني معاك. لا هم هنا يعني بالشكل ده هيرجعوا اكتر لنص الملعب، هيرجعوا اكتر لنص الملعب على اساس انهم بيلعبوا الزون، وهيعتمدوا على الهجمات المرتده، مش هيعتمدوا على اللعب الجماعي. يعني هيرجع لورا شويه، هيرجع لورا شويه على التلت ده، وده هيرجع كمان وهيرجع فرجاني هيرجع، ايوه، وطارق حامد هيكون هو المتاخر وفرجاني المتحرك هنا كده. يعني على اساس طارق هيبقى ثابت ورا ما بين محمود علاء وينج، وقدامه فرجاني هو اللي هيتحرك. الثلاثة دول هيرجعوا ورا، الثلاثة دول هيرجعوا ورا، هيرجعوا ورا عند خط النص، وهيبقى مصطفى بس محمد هو اللي قدام. ماشي، وهيجي هنا يوسف اوباما ينزل تحت شوية، ينزل تحت كده صح يا كابتن؟ كده صح، ويجي مصطفى وراس حربة. كراس حربة يبقى هو اللي في الأمام، اللي في الأمام. دي الطريقة اللي لعبوا بيها أمام الترجي، إنهم هيلعب زون هيقفل، ثم عشان ما يديش فرصة للنادي الأهلي انه ينقل كتير في نص ملعبه على اساس يبقى متكتل. النادي الاهلي بيلعب بطريقته ومش هيغير طريقته.
طريقته هي هي وخطة اللعب هي اللي هي هتختلف هي. يعني هي هي لكن هتختلف الواجبات بتاع اللاعبين طبقا للاعبين الموجودين. يعني لما الاقي مصطفى محمد هنا الاقي لازم هيكون عندي زون، الاقي عندي عمق دفاعي، العمق الدفاعي ده عشان مصطفى، والاقي حد بيلعب بدماغه عشان كده بنقول رامي ربيعة طويل يقدر يلعب او ياسر او متولي ايا كان مين فيهم اللي هيلعب هيقدر يلعب مع الراجل ده، لان الراجل ده بيلعب كله معظم اهدافه ضربات راس. طيب خلينا نروح يا كابتن نشوف التشكيلين على الشاشه، تشكيل النادي الاهلي طبعا المتوقع لهذه المباراه من وجهه نظر كابتن فتحي نصير، وتشكيل نادي الزمالك المتوقع لنادي الزمالك برضو من وجهه نظر الكابتن فتحي نصير. طبعا يعني هنا اهو ايوه بس هنكمل الموضوع. اتفضل يا كابتن. النادي الاهلي هنا دلوقتي لو الهجمه لصالح النادي الاهلي كل الناس دي هتتحرك لقدام مش هتبقى هنا، يعني كل مجموعه النادي الاهلي دي بيتحركوا لقدام بيت عليهم الضغط العالي في التلت الاول من نص الملعب. لو قزمنا الملعب تلت تلات يعني هنا تلت وبعدين التلت هنا جزء جزء يعني كده التلت التاني في التلت ده هيبقى فرقه النادي الاهلي ضغطة عشان ما تديش فرصة لنادي الزمالك انه يتقدم، الضغط اللي هو الضغط المباشر لانك انت نازل تكسب. المساحات اللي النهارده شايفها من وجهة نظرك على اساس المساحات كده المساحات هتبقى بعيدة داخل يعني في ظهر النادي الزمالك لازم هتبقى فين؟ مساحات انت دلوقتي لازم لا انت تضغط المساحات انت بتخلقها من تحركات اللاعبين لان هم بيلعبوا دلوقتي زون، المساحات ممكن تتواجد لما بيعملوا هجمة، هم دلوقتي في نص ملعبهم متكتلين كده اصبح كده مفيش مساحه ازاي ازاي يعني. تخلق المساحه اخلق المساحه لما ان انا انقل كتير كوره اما يكون عندي نقل كتير كوره المساحه تتخلق او لما هم يهاجموا انا هقدر ان انا هاجم. تمام. لازم يعني هو دلوقتي لما يطلعوا بقى النادي الزمالك يطلع يهاجم من الامام مظبوط اللي حضرتك عايز لا لو هو هاجم وطلعوا كل المجموعه دي هتطلع لقدام وهتلاقي عبد الشافي دايما بيخش بن شرقي كمان بيتقدم اكتر بن شرقي بيتقدم اكتر من كده تمام لا وبيتقدم وراه عبد الشافي خلاص اتخلقت المساحه هنا بقى في الحته اللي حضرتك دي اللي بتتكلم عنها هي دي المساحه دي اللي في ظهره هنا اصبحت هنا في مساحه ولو حازم اتقدم بس طبعا هو مش هيتقدم في وجود عبد الشافي لو عبد الشافي رجع حازم هيتقدم يبقى هي دي المساحه اللي ممكن تفضى اثناء يعني المباراة. هنا او هنا برضو نكملها علشان ايه اهو تبقى واضحه للناس على الشاشه يبقى هي دي المساحتين اللي ممكن يلعب فيهم ان شاء الله النهارده النادي الاهلي في هذه المباراه مظبوط لان دي مباراه يا كابتن اسلام مباراه اليوم الواحد بطوله مش مباراه انا بقول بطوله اليوم الواحد بطوله المباراه الواحده وبطولة اليوم الواحد ليه؟ لأن النهاردة اسمها بطولة كأس السوبر مش نتيجة 10 مباريات ولا 20 مباراة نتيجة مباراة واحدة 90 دقيقة حصل تعادل ضربات ترجيح إذا مباراة واحدة دي لابد أن أنت في 90 دقيقة تخلص على المباراة إن شاء الله وتنتهي المباراة في حال التقدم هنا بقى لو تقدم عبد الشافي هتلاقي الخلق المساحة دي اتخلقت لو اتقدم من هنا حازم هتلاقي عبد الشافي اكيد بيرجع هتتخلق المساحه هنا هي دي المساحات اللي ممكن نضرب المساحه اللي هيبقى فيها جيرالدو مثلا هو اللي موجود على طول هنا وعلي معلول برضو من وعلي معلول هو اللي هيبقى وحسين الشحات وهاني في الناحيه دي على اساس ان في النص هم عندهم طارق حامد وعلاء والونش عاملين مثلث صلد عاملين حاجه جامده في المنطقه دي يعني الاختراق من النص هيبقى صعب لكن الاختراق من الاطراف او من الاجناب هيكون سهل بالنسبه لفرقه نادي الزمالك ازاي نوصل لها اخيرا يا كابتن فتحي لو زيزو مش هيبقى موجود او مش هو اللي هيبدا هذه المباراه فيعني خلينا نشوف الموضوع ازاي كابتن مين اللي ممكن يكون بديلا لزيزو اعتقد ممكن يبقى اوناجو مش كده ولو حازم امام ما لعبش برضه مين اللي ممكن يبقى موجود دلوقتي احنا عندنا عبد الله جمعه ممكن لو هو اللي هيلعب مكان عبد الشافي احتمال ونجم اللي هيلعب قدام هيكون مصطفى فتحي احتمال يكون موجود شيكابالا احنا مش عاملين حسابه لكن هيكون له دور في وسط الملعب من ضمن الثلاثه دول شيكابالا احنا عندنا فرجاني بيلعب في وسط الملعب عندنا يوسف اوباما
وعندنا زيزو. اكيد لو زيزو مش هيلعب هنلاقي شيكابالا هو اللي هيكون، لكن موجود. لو لان في بعض الانباء بتقول ان حازم امام لن يكون متواجدا في هذه المباراه بسبب اصابته، وبالتالي مين اللي ممكن يبقى؟ اعتقد احمد عيد هو اللي ممكن هيبقى يبقى ظهير ايمن احمد عيد، وهيقوم بنفس الدور اللي احنا اتفقنا عليه، لما هو هيهاجم عبد الشافي بيكون متاخر، لكن فرصه شيكابالا ان هو هيلعب مكان زيزو مش مكان، ومع الاساس ان في موجود عندنا هنا في وسط الملعب يوسف اوباما واحمد زيزو و فرجاني. فرجاني هيبقى فرجاني هو اللي ممكن يكون موجود. عموما ده الشكل العام اللي من وجهه نظر الكابتن فتحي النهارده هيبان لحضراتكم في المباراه. كابتن فتحي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده، ودائما متالق ودائما دايما بنستفيد من وجود حضرتك معانا. بالتوفيق.